نحن في هذا المؤتمر نستضيف عدد من الشخصيات السياسية الإيطالية المخضرمة وكذلك شخصيات إيرانية والجمعيات الإيرانية المعارضين السياسيين في الداخل والخارج والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والمذابح. تعتبر جمهورية إيران الإسلامية أوروبا والدول الأوروبية وإيطاليا خلفية متميزة لإرهاب العالمي الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد ما يكفي للمفوض السامي لفتح فمه أو اندفاع الصحافة للحديث والإعلان عن ذلك. إذا واصلنا عدم الاكتراس بالدراما الكارثية التي تدور في إيران، يجب أن أقول أننا متنا قبل أن يقتلنا فيروس كورونا. أقدم شكرا خالصا قبل كل شيء لمنظمي هذا المؤتمر المهم. داخل إيران حسب المقاومة الإيرانية العدد الحقيقي الذين سقطوا شهداء في هذه الانتفاضة، حيث أعلنت المقاومة الإيرانية عن سقوط أكثر من 1700 شهيد، وهو رغم من أكدته رويترز ووزارة الخارجية الأمريكية فيما بعد. 19 عاما عند اعتقالهما